صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. مع درس جديد من دروس الفقه المذهبي الشافعي، نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلوم الأئمة الأتقياء الأنقياء. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المعروف بغاية الاختصار: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. أنا عندي هنا ستة، وعندنا بعض النسخ بتقول خمسة، ماشي، النسخة اللي معايا ستة، فمسألة سهلة يعني. خلينا مع النسخة اللي معايا. ستة أشياء: أولا، الدرس اليوم يدور على شيء وحول شيء مهم جدا، وهو نواقض الوضوء أو أسباب الحدث، فقد عنونا لها بعضهم بنواقض الوضوء، وعنونا بعض آخر بأسباب الحدث. التعبير بنواقض الوضوء، المراد بهذه العبارة الأشياء التي ينتهي بها الوضوء. نقض يعني إيه؟ يعني ما ينتهي به الشيء، وليس ناقض بمعنى الذي يزيل الشيء من أصله، وإنما المراد بهذه العبارة أنها معنية بانتهاء الوضوء. يعني انتهاء الوضوء يعني أنه لا يترتب عليه من الأحكام ما كان يترتب قبل ذلك، فلا يصلى بهذا الوضوء، ولا يمسك ولا يمس به المصحف، ولا يطاف به، ولا إلى آخره. هذا معنى انتهاء الوضوء، يعني انتهاء أحكام الوضوء. لأن الناقض في اللغة معناه إيه؟ الذي يزيل الشيء من أصله. وعلى هذا لو احنا قلنا ان نواقض الوضوء معناها ما ازال الشيء من اصله، هيبقى معناها ايه؟ هيبقى معناها ان الصلاه التي صلينا بها قبل الحدث زالت لان الوضوء زال، لانه اذا ازيل الاصل ازيل ما بني على الاصل. احنا الان صلينا المغرب صح؟ وكلنا بسم الله ما شاء الله في نفس واحد خرج منا ريح. الريح ده ايه؟ الريح اللي خرج منا ده نقض الوضوء. يعني ايه نقض الوضوء؟ يعني انهى الوضوء. ولا معنى نقض الوضوء يعني ازال الوضوء من اصله، فاصبحت صلاة المغرب التي صليناها غير محسوبة، لان الوضوء انتهى، لان الوضوء نقض ازيل كلية. لا، ولذلك هتقرأ في الاقناع يقول لك: والمراد بالنواقض ما ينتهي به الوضوء. لأنه ما يقالش بطل الوضوء، وإنما يقال انتهى الوضوء. بطل يعني إيه؟ يعني كأن لم يوجد من أصله، فكل ما أدي به من عبادات فهي باطلة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل. فدقق في العبارة حضرتك وانت بتقرأ كده، مش هو انا واخد الوضوء بغبغان بيقرا، لا، اقرا وقف عند كل لفظ وكل عباره. وهذا ما تعلمناه في ساحات الازهر الشريف، مش الساحات، لا، ساحات مشايخنا يعني اللي كنا بنقرا عليهم على مستوى الحرف، مش الساحات الاكاديميه، ما اعرفش الساحات الاكاديميه شكلها ايه يعني، لكن انا بتكلم على طريقه قراءتنا على مشايخنا. كنا نقف عند كل حرف وما يرشد إليه وما يدل عليه. والذي ينقض الوضوء،
عرفنا أن ما ينقض الوضوء يعني ينتهي به الوضوء. خمسة أشياء، بعضهم يقول أربعة أشياء كما في منهاج الطالبين، بعضهم يقول خمسة أشياء كما في يعني بعض النسخ لمتن أبي شجاع، وفي بعض النسخ الأخرى بعضهم يقول ستة أشياء. والمسألة في كل ذلك بسيطة ويسيرة، لأن من قال أربعة دمج بعض العناصر مع بعض جعلها واحدة، يعني ممكن يكون جعل زوال العقل داخل تحته السكر، داخل تحته النوم، داخل تحته الإغماء وهكذا. وبعضهم يقول لك لا، زوال العقل أي بسكر أو بمرض ده قسم لوحده، وجعل النوم قسم لوحده، وبعضهم جعله مس الفرج يشمل القبل والدبر فأصبحت القسمة أو الصنف واحد، وبعضهم يعني في ظل التعداد وفي ظل الابتكار جعل مس الفرج شيء وجعل مس حلقة الدبر شيء آخر، جعلها شيئا آخر. فالقضية كلها في المعنى واحدة، في التصنيف بيختلف على حسب عقلية الذي صنف، هل دمج بعض الأقسام أم أنه فصلها وأكثر من التقسيم. الغرض إيه من الكلام؟ إنه هو لعله كتب الكتاب للمبتدئين فأراد أن يفصل لهم، لعله كتب الكتاب للمنتهين والمنتهي يعني يفهم بالإشارة لا بالعبارة وهكذا. طيب نمسك بقى، بيقول لك وهو ستة. طيب أول حاجة من الستة، وبعد كده هنقرأ، لسه احنا لسه ليلنا طويل حتى مطلع الفجر إن شاء الله. هذا انت جاي عامل حسابك. أهو أولها ما خرج من السبيلين، أدي واحد، النوم أدي اثنين، زوال العقل أدي ثلاثة، لمس الرجل أربعة، مس فرج الأدمي أدي خمسة، مس حلقة الدبر أدي ستة. الله، إيه رأيكم بقى؟ الوصفة سهلة، الوصفة هايلة، فهمنا كده؟ أدي الستة هم. من جعلها خمسة كما في بعض النسخ جعل مس الفرج وحلقة الدبر صنف واحد، لأن حلقة الدبر إيه؟ ما هي فرج أيضا، ما هي إيه؟ مناخير. ما هي كذلك يعني، لكنه لما كان فيها خلافا جعلها قسما مستقلا يا مولانا. طب على كل حال لا خلاف في المعنى. قال والذي ينقض الوضوء ستة أشياء، ستة أشياء يعني جمع شيء، وقد تكلمنا قبل ذلك على أن أشياء ممنوعة من الصرف، وأخذنا الأبيات التي فيها من شيخ الإمام العلامة الشيخ البجوري. هذه النواقض الخمس أو أسباب انتهاء الحدث ثابتة بالأدلة، الأدلة الشرعية على حسب ما نأتي به في كل ناقض من النواقض هي التي جعلت هذه نواقض وجعلتها ينتهي بها الحدث. طيب النصوص الشرعية هل لها علة أو ليست لها علة؟ هذا هو السؤال الثاني. قال أصحابنا وعلة النقض بها غير معلومة، مش غير معقولة، ما تقولش غير معقولة، لأن قد تكون معقولة ولم نطلع عليها، هي غير معلومة لنا فلا يقاس بها غيرها. يعني أنا ما جمعش الأربعة أو الخمسة أو الستة
وآخذ من هذه الستة علة لنقض الوضوء بها علة واحدة أقيس عليها سابعا وثامنا وهكذا. يبقى الأجناس الكلية لا نعلم لها علة، وإن كانت الأفراد لها علة، قد يكون بعض الأفراد له علة والبعض الآخر لا علة له، لكن الأجناس الكلية دي لو جمعناها ككتلة واحدة وكصنف واحد ليس له علة، بمعنى لا علة لها، قد اطلعنا عليها، وإن كان رب العالمين سبحانه وتعالى عللها ما عللهاش لقضية تانية، لكن نحن لم نطلع على علتها، ولذلك ما دمنا لم نطلع على علتها لا نستطيع أن نقيس عليها صنفا آخر. وهنا أورد بعضهم على هذا كلام الشفاء دائم الحدث، هب إن واحد لديه سلس ريح، سلس ريح يعني مروحة شغالة، مروحة شغالة يعني كل شوية، طب ده يعمل ايه؟ ده مشكلة. ام ربنا سبحانه وتعالى شفاه، راح عند سيدنا الحسين ودعا ربنا بإخلاص، ربنا خرجه من عند سيدنا الحسين مجبور. ايه ده، في حد وهابي هنا ولا ايه؟ او يا سيدي راح لطبيب والطبيب اعطاه دواء، عشان نخاطب الطرفين، ممكن يكون في واحد وهابي عشان ما يزعلش، او الطبيب اعطاه دواء فشفي من الحدث الدائم المستمر. طب الشفاء دائم الحدث، ما هو ده كمان يوجب الوضوء، فده يعتبر ايه؟ قسم مستقل. قالوا لم نعده قسما مستقلا لأنه نادر، والنادر لا حكم له. يبقى شفاء دائم الحدث لا يعد ناقضا من النواقض. وكمان خلي بالك، اصل هو دائم الحدث ده لما بيتوضا هو حدثه ما ارتفعش، وانما الذي ارتفع هو المنع من الصلاه، اما حدثه فحدثه باق وحدثه مستمر عليه، لكنه منع من الصلاه فقط حتى ياتي بوضوء بشروط معينه. وذكر علماؤنا هنا تفريعا على ان عله النقض بها غير معقولة، بأنه لا نقض بالبلوغ بالسن، واحد لم يبلغ به الحلم لكنه بلغ بالسن، أي بلغ 15 عاما بالسنة الهلالية، فهل بلوغه 15 عاما يعد يعني نقضا من النواقض يوجب أنه يعني يتوضأ؟ لا. طيب هب أنه هو واحد مس أمرض حسن، الصورة جميل لا نقض به، حتى وإن كان بعض الشذاذ يجد في لمسه لذة أيضا لا نقض، لأن النقض لا بد فيه من دليل، ولأن ما ورد فيه الدليل لا نعلم له علة. ولا بمس فرج البهيمة، واحد طبيب دكتور، ما انت هتمس فرج البهيمه ليه بقى؟ انت مالك؟ لكن ده دكتور وبيعمل لها يعني بعض العمليات العلاجيه، فمس فرجها من اجل هذا قبلا او دبرا، هل يتوضا؟ لا يتوضا، مع انه يسمى فرج، لكنه وان كان فرجا لكنه ليس مشتها طبعا، لأن واحد ممكن كده من يعني عباد ظواهر النصوص، أنا بسميهم كده يعني ما تزعلوش مني، بسميهم عباد ظواهر النصوص، يحتج ويقول من مس فرجا فليتوضأ، وده فرج فرج، لكنه الغير مشتهى طبعا، لم يشتهي إنسان، ولا علاقة لنا بالشذاذ،
لأنهم من النوادر والنادر لا حكم له، حتى وإن كان في بعض البلدان يقنن لهم شذوذهم، لا علاقة لنا بهؤلاء. هؤلاء يحتاجون إلى علاج، إما علاج نفسي وإما علاج من قبل تشريع قوانين لردع هؤلاء، مش قوانين لحفظ حقوقهم. ما عندكوش الحمد لله قوانين لحفظ حقوقهم بفضل دولة إسلامية، بارك الله فيكم. عندكم في قوانين لحفظ حقوق الشواذ؟ يلا مش عايز يتكلم. ولا بأكل لحم الجزور على المذهب في الأربعة، يعني وكذلك إذا أكل لحم جمال لا يتوضأ، وإن كان الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختار الوضوء من أكل لحم الجزور، وقال فيه حديثان لم أرد ولم أرى فيهما جوابا شافيا، يعني يشفي اعتراضاته. الكلام ده موجود عندكم هتلاقوه. الإمام النووي اختار أن أكل لحم الجزور يوجب الوضوء، من أكل لحم الجزور فليتوضأ. قال وكل الأدلة اللي يعني أوردها العلماء ردا على هذه النصوص لم تشفي قلبي، لم تقنعه، يعني تشفي يعني إيه جوابا شافيا، يعني جوابا مقنعا. طب يا مولانا، ولكن أصحابنا تمسكوا بأن الخلفاء الراشدين الأربعة قالوا بنقض بأن من أكل لحم الجزور لا يتوضأ، وأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك أيضا بأنهم لم يعني يجعلوا الكبد والطحال وإلى آخره واللسان مما يستوجب النقض، لم يعدوا النقض إلى هذه، وهكذا. حط يا ابن الأحسن الطعمية، مشكلة النهاردة. ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج، إنسان حجم أو فصد راح دخل عمل عملية فتحوا له جابوا له المرارة من جوه، واخد بال حد؟ لا، بس ده بياخد بنج وبينام وبيغيب، فده من أجل الغيبوبة، لكن وهو صاحي كده هو كان عنده يعني سلعة خراج، والحمد لله الطبيب استعمل فيه المشرط وانتهت القضية على كده، حتى وإن أخذ بنج جزئي بنج موضعي لأنه فايق، فهذا يعني لا يستوجب نقض الوضوء، فممكن إنه هو يشل الخراج وهو يعني يقظ ولا يتوضأ بعد ذلك، بل يغسل ما أصابه الدم من المكان. طب غسل، انتهينا، نزع الخف، كان متوضئ وراح خالع خف، لابس الخف ولابسه على طهارة وإلى آخره وهكذا. طب ما هو خلع الخف ده ينقض الوضوء؟ قالوا لا، لأن الأصح أنه يستوجب غسل القدمين فقط، مقابل الأصح أنه يوجب الوضوء، لكن على الأصح لا يوجب الوضوء، يغسل قدميه فقط. طيب دي بقى الأشياء المهمة ومدخل الدرس. أول شيء معانا قال والذي ينقض الوضوء ستة أشياء، أحدها ما خرج من السبيلين. خرج من السبيلين المقصود أي خرج من أحد السبيلين، خرج من أحد السبيلين، فالمعتبر إما أن يخرج من القبل أو يخرج من الدبر، وليس المعتبر أن يخرج منهما معا حتى يكون ناقضا للوضوء.
ما خرج من السبيلين. السبيلين تثنية سبيل، والسبيل هو الطريق، ويقصد هنا بالسبيلين يعني الطرق التي تخرج منها فضلات الإنسان بولا أو غائطا. يبقى ما خرج من السبيلين يعني سبيلي الإنسان. وهذا الكلام ورد على الغالب. الغالب إن الرجل بيبقى عنده سبيلين، قبل ودبر، لكن المرأة لديها ثلاثة سبل، ثلاثة طرق: مخرج البول، مخرج الحيض، ده سبيل وهذا سبيل، والدبر، يبقى ثلاثة. لكنه عبر بالأغلب، أو عبر بما في جانب الرجال ويفهم منه ما في جانب النساء. ولو قال ما خرج من سبيل لكان أولى. طيب، ويقصد هنا ما خرج من سبيل أي سبيل المتوضئ. لماذا؟ لأن غير المتوضئ إذا خرج منه الحدث ثانيا وثالثا ورابعا فإنه لا يؤثر، لأنه تحصيل حاصل، ما خلاص، ما هو انتقض وضوءه، فيكون الثاني غير ناقض. ولذلك ما خرج من سبيل شخص متوضئ حي، لأن ما خرج من سبيل الميت لا يوجب شيئا، لا يوجب عليه شيئا، يبقى حي واضح. احفظها كده، واضح يعني ايه؟ يعني ليس بخنثى، لأن الخنثى شخص لديه آلة الرجال وآلة النساء، ويمني بأحدهما ويحيض بالآخر، وده خنثى مشكل. طب افرض ده أخرج شيئا من أحد السبيلين، لا منهما معا، لأنه لو أخرج منهما معا تيقن أنه خرج منه شيء، لأنه ممكن يكون اللي خرج ده خرج من عضو زائد، ولا هذا زائد وليس سبيلا، وأن الشك لا ترفع به متيقنا كما يقول صاحب الزبد. طيب، ما هو كينونة الخارج؟ يعني أي خارج ينقض الوضوء؟ قالوا نعم، سواء كان عينا، عين كالبول والغائط والمذي والوادي، عدا المني، المني ده لسه في قصة تانية، واخد بالك، أو ريحا، خرج ريح من القبل من الدبر ناقض، طاهرا أو نجسا، وسواء كان الذي خرج طاهرا أو كان الذي خرج نجسا، وسواء كان هذا الطاهر رطب أو غير رطب، وسواء كان الذي خرج دم أو غير دم، وهكذا. فهو في كل الحالات ناقض، كل ما خرج من السبيلين غير مني موجب التغسيل. والأصل في ذلك، إحنا لسه بنقرأه في أول حاجة، قوله تعالى. الأصل يعني يا مشايخ، يعني الدليل على أن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم. من الغائط موضع الشاهد، وقيس على الغائط كل ما خرج، لأن الغائط ده عين خرجت من السبيل، قيس عليها بقى البول، وقيس عليها الريح، وقيس وقيس إلى آخره. ولدينا أيضا حديث ورد عن سيدنا رسول الله أن الرجل إذا صلى كان يشعر بشيء في يعني في بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد إيه؟ ريحا. هذه الريح كمان، فالأدلة من الكتاب ومن السنة دلان على أن ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء. دائما بيقول لك: أو الغائط. الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض،
في الأصل هكذا، هو المكان المنخفض من الأرض. سمي الذي يخرج من الإنسان من فضلات على سبيل الخصوص بالغائط للمجاورة، لأنه أنت حضرك لما زمان مش دلوقتي يعني، قديما كان الناس بتذهب لقضاء حاجاتها في أماكن بعيد، أماكن منخفضة. الأماكن المنخفضة كانوا يسموها غائط، فسمي الذي يخرج من الإنسان باسم المكان الذي يفعل فيه للمجاورة، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه غائط. وحديث سيدنا رسول الله في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا، يبقى واقف في الصلاة ويشعر بحركة في معدته هكذا، يشعر ويظن أنه هو خرج منه شيء. وفي ناس ممكن وانت قاعد جنبيهم تسمع دربكة المعدة، بنسميها احنا في المصريين ايه؟ دربكة، بسبب اللحمة المبصل اللي انتوا بتاكلوها، لانه البصل بيعمل كده. مش بياكلوا لحمة ببصل ولا دول طلبة علم زينا ما بياكلوش الا فول وطعمية؟ طيب، قال سيدنا رسول الله لا ينصرف حتى يسمع صوتا. مش المراد يسمع صوت، المراد ان هو يتيقن، وليس المراد حصر النواقد في الصوت والريح. طب واحد بيقول لك ده هو قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يبقى النقد هو يعني الصوت يا الريح. لا، ده سيدنا رسول الله قصد من هذا ان يعلمه القاعدة الكلية، وهو ان اليقين لا يزيله شك، وأن المعتمد فيه اليقين. ولذلك قال صاحب الزبد والشك لا ترفع به متيقنة. ولذلك من ضمن القواعد الكلية التي بني عليها شخص كبير من الفقه أن اليقين لا يزول بالشك. خرج بالسبيلين غيرهما فلا نقض بالخارج منه. هب إن إنسان استقاء، أتى بما في معدته، عليه الوضوء؟ لا، انتبهوا، إحنا لسه في أول الطريق. في ناس أول مرة تسمع فقه شافعي، فعايز نريد أن يعني المعلومات تستقر في الأذهان، عشان ما حدش يبعت يقول لي هل يجوز المضمضة بالشاي؟ بس نسأل برضك. أما البرتقال ما حدش له دعوة بالبرتقال، لأن الأصل ألا نقضى حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت. يعني لو خرج القيء لا يتوضأ عنه، خرج دم من مناخيره لا يتوضأ، خرج من عينه شيء عيط بكى بدموع ما علوش حاجة، وقعت نضارته، لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن القاعدة معاك اهي، أنه لا نقض إلا بدليل أو قياس جزئي. طيب، ما حكم بقى المني؟ يعني إن الله لا يستحي من الإيه؟ من الحق. سيدة أم سليمة قالت لسيدنا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وصدرت هذا السؤال بقوله إن الله لا يستحي من الحق. يعني رجل أو امرأة كان جالس وممكن مقعدته من الأرض ونام وضوءه لا ينتقد، فاحتلم فأمنى، هل هذا المني ناقض للوضوء؟ لا، لكنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. مثلا نظر وفكر فأنزل وكان متوضئا قبل ذلك، ما حكمه هذا المني الذي خرج؟ هل يوجب الوضوء أم يوجب الغسل فقط؟ قالوا لا، يوجب الغسل فقط. طيب ليه؟ قالوا
لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. مش قالوا كده اهو من ضمن القواعد؟ المني لا يوجب الوضوء وإن لا يوجب الوضوء وإنما يوجب الغسل. لماذا؟ قال لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. طيب أنا عندي المني له جهة خصوص وله جهة عموم. عندي في المني ده جهة عموم يا مشايخ وجهة خصوص. انتبهوا بقى عشان يعني القواعد دي حاجة لطيفة. طيب قال جهة المني، المني خارج من سبيل، يبقى دي جهة ايه؟ جهة عموم. فمن حيث انه خارج من سبيل دي جهة عموم، لأنه من حيث الخروج يخرج المني ويخرج الود ويخرج المذ وهكذا. ومن حيث ذاته وهو أنه مني وله أحكام أخر، يبقى دي جهة الخصوص. من حيث إنه خارج من سبيل هذه جهة عموم، ومن حيث إنه مني هذه جهة خصوص. فمن حيث إنه خارج من سبيل يوجب الوضوء، ومن حيث إنه خارج يعني باسم المني يوجب الغسل. فما أوجب أعظم الأمرين من حيث إنه مني لا يوجب الأدون من حيث إنه قد خرج من السبيل. يبقى ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. الوضوء والغسل أيهما أعظم؟ الغسل. وأيهما أدون؟ الوضوء، لأن الغسل فيه شمول لكل البدن بالماء، والوضوء لم تغسل إلا ثلاثة أعضاء ورأس ممسوح، فالغسل أعظم. فالمني أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه اللي هو الوضوء. طيب قالوا كزنا المحصن، زنا المحصن يوجب من حيث إنه زنا، انظر إلى حيثية العموم، من حيث إنه زنا يوجب الجلد، ومن حيث إنه زنا محصن الرجم، فما أوجب الرجم لا يوجب الجلد، ولذلك لا نجلده من حيث إنه زاني ولا نرجمه من حيث إنه يعني محصن، إنما نرجمه فقط. يبقى لا نفعل الأمرين، إنما نفعل واحدا فقط، وهو ما وجب بطريق الخصوص من حيث إنه زنا محصن يوجب الحد، فلا يوجب من حيث إنه مطلق الزنا الجلد. يبقى نحفظها مع بعض، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. فهمنا كده؟ خلاص انتوا ان شاء الله يعني روحوا بلادكم بقيتوا علماء. طيب احنا بنقول ايه بقى؟ مني الشخص، لهو مش كل مني بقى، انتبه هذه القاعدة، انما تكون في ايه؟ مني الشخص نفسه الخارج اول مرة، قلناها كده في غاية فتح الرحمن، قلنا كده، قلنا لابد أن يكون يعني هذا الذي يوجب الأعلى دون الأدون ولا يوجب الوضوء، لابد أن يكون مني الشخص نفسه، ولابد أن يكون الذي خرج منه أول مرة. يعني إيه؟ يعني هب إن رجل مثلا يعني أو امرأة أخذت مني غيرها واستدخلته، ثم بعد ذلك خرج هذا المني،
الفقه يكون لنا العقلية الواسعة التي تتخيل. يبقى الفقه من ضمن حسناته وإيجابياته ومميزاته أنه يكون لك ذهنا تصوريا واسعا، ودي جزء من أجزاء الملك مهمة جدا. فأخذت هذا المني ووضعته فيها مرة ثانية، ثم خرج هذا المني، فهذا المني يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل حتى وإن كانت متوضئة. لماذا؟ لأنه ليس منيها، ليس هذا المني منيها. الخارج منه أول مرة، لأن الشخص ممكن يخرج منه منيه ثم بعد ذلك يأخذه ويستدخله في مكانه مرة ثانية، ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي وبعد ذلك يخرج هذا المني. فيبقى هذا المني إيه؟ يبقى هذا المني موجب للوضوء وليس موجبا للغسل. ليه؟ لأنه ما وجدش معاه لذة وإلى آخره. طيب، لو ولدت ولدا جافا هل ينتقد وضوءها؟ ولد جاف دي برضك من المسائل يعني دقيقة التصور، مسألة تصورية. هب إن الولد خرج ناشف، جاف يعني إيه؟ يعني ليس معه بلل، لم يخرج مع الولد بلل، هل بقى الولد ده يوجب الوضوء أم لا؟ نعم يوجب الوضوء. ليه؟ لأنه الولد منعقد من منيها ومنيه، لأن لو من منيها فقط يبقى مش هيبقى يوجب الوضوء، لأنه أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه، لكنه منعقد من منيها ومنيه، ولذلك تتوضأ لأنه خرج منها مني غيرها. طيب افرض إن الولد خرج بعضه، طب هو ده كل ده متعقل؟ تصوره كده، معلش خلي ذهنك واسع. تصور كده إن أنت قاعد بتتفرج على فيلم كرتون، واخد بال حضرتك، على الكمبيوتر، بص تلاقي فيه شوية أفكار كده وشوية صور وشوية اختراعات غريبة عجيبة، يقول لك أنا هرجعك لسنة 30 ونخش تحت المية ونخش تحت الأرض، كلام غريب عجيب، وبيعملوا كده للأطفال في بعض أفلام الكرتون. إذا خرج بعض الولد، بعض الولد، يلا نفكر مع بعض كده. طب يعني إيه بعض الولد؟ ما هو الولد بعضه بره وبعضه جوه. طب إيه بقى يعني؟ ما هو إيه الفايدة من وجود الولد بعضه جوه وبعضه بره؟ لأن هي ممكن حضرتك تتوضأ وتصلي لغاية ما النص التاني يطلع. طب ايه ده؟ هو ده متصور؟ والله متصور، ايه المشكلة؟ ممكن هي تتوضأ وتمسك المصحف وتقرأ لغاية ما الدكتور يجي يكمل لها خروج النص التاني، مش وارد يا مولانا؟ ده كمان دي مسألة هقول لكم بقى على مسألة متعلقة بيها تاني. خروج بعض الولد هيوجب الغسل بقى ولا الوضوء؟ بعضهم قال ان هي في الحالة دي تتخير، يا إما تتوضى يا إما تغتسل. ليه؟ إيه المدرك في هذا؟ إيه الدليل؟ إيه الملمح الفقهي؟ قال لأن البعض اللي خرج ده قد يكون من منيه فيوجب الوضوء، وقد يكون من منيها فيوجب الغسل، فهي تتخير. عايزة تغتسلي اغتسلي، عايزة تتوضئي توضئي، واختاري اختيارا مجردا، بمعنى يعني ايه؟ مش محتاج لاجتهاد، يعني اختيار حسب التشهي. طب افرض ان هي ولد التوأم، والتوأم ان هي تولد الاولاني وينزل اللي بعده قبل 6 أشهر من الأول، يعني ولدت الأول ثم ولدت الثاني قبل انتهاء 6 أشهر فيما بينهما،
واخد بالك؟ لا بس الولدين دول منفصلين من منيها ومنيه ومن منيها ومنيه. ده كلام الفقهاء قديما. اصل يقول لك دلوقتي لا ده البويضه ومش البويضه والكلام بتاع الناس في العصر الحديث. طيب بعد كده عندنا يبقى الفقره الاولى، عشان احنا قلنا واحنا بنقرا مع بعض هنفقر المتن. الفقرة الأولى والذي ينقض الوضوء ستة أشياء، يبقى دي أول فقرة. ما خرج من السبيلين، دي تاني فقرة. تالت فقرة النوم على غير هيئة الممتمكن، دي فقرة. النوم، والنوم سلطان. في حد انتوا محتاجين حد يعرف لكم النوم ده ضروري؟ وفي حد ما بينامش منكم؟ النوم على غير هيئتي المتمكن، يبقى عندي نوم ولكن له عدة هيئات. في هيئة ينام على غير هيئة المتمكن، فهذه الهيئة إذا حصلت تستوجب الوضوء عند الاستيقاظ. وهناك هيئة ينام فيها وهو ممكن مقعدته من محل جلوسه، بمعنى ان المقعده طرفين، معلش يعني في العباره الفردتين منطبقين انطباق تام. معلش ده علم، احنا في الفتوى احيانا بتخرج منا الفاظ يعني الفاظ صعبه لان بيتوقف عليها الحكم، وطبعا مش هنقولها دلوقتي حتى لما نيجي ببابها هنعرض بيها. يبقى الفردتين انطبقتا انطباقا تاما بحيث لا تسمح، لا تسمح بخروج شيء من حلقة الدبر، انطباق شديد كده. هذه الهيئة هي التي يؤمن معها من خروج شيء من الدبر. يبقى ولذلك سيدنا الإمام الشافعي كان دقيق جدا، قال النوم فيما عدا هذه الهيئة كل صور وكل أشكاله وكل أنواعه من نواقض الوضوء، ناقضة للوضوء. واستدل بحديث أبي داود وغيره العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. طب مش معنى جبت العينان وكاء الساعة عشان العلة؟ لماذا لم نقتصر على قوله فمن نام فليتوضأ؟ لأن هذه علة تبين لك أن الإمام الشافعي فهم منها أن النوم على غير هيئة المتمكن ناقض، وأما على الهيئة فليس بناقض. العينان وكاء الساعة. السهم بسين مهملة مشددة، أس مفتوحة مش إس ولا أس، أس أس، وبالهاء أس ها ها الدبر. يبقى السه الدبر يعني حلقة الدبر المنطبقة دي. طيب هدي السه. طب والوكاء؟ الوكاء يعني الرباط. عارفين الوكاء عامل زي إيه؟ عامل زي الزراير بتاعت الجلابية، ايه اللي بتقفلها؟ خد بالك، يبقى هي الوكاء. طب والوكاء ده اللي هو انت لما بتجيب كيس بتربطه، بتربطه ليه؟ حتى احفظه من ان يدخل فيه شيء او ان يخرج منه شيء. يبقى العينان، شو بقى التشبيه الرائع ده؟ العينان وكاء يعني كالرباط للدبر، لأن العينان عبارة عن اليقظة، فاليقظة هي الحافظة للإنسان أن يخرج منه شيء وهو لا يعلم. يبقى العلة فين بقى؟ أهي في أنه قد يخرج منه شيء وهو لا يعلم. أما إذا انطبقت اليين هكذا فإنه لا يخرج شيء فأصبح آمن. يبقى اليتين آمنتين أن يخرج منهما شيء.
طيب يبقى العينان وكاء السهف، فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. والنوم معلوم لأن النوم قريب الوفاة وهو يسيطر على العقل، لكن يتنبه الإنسان النائم بأدنى تنبه. لو حد اتكلم قدامه يصحى، لو حد زقه عشان يصلي الفجر يصحى، وهكذا. إذا نام وهو ممكن أليه من أرض أو غيرها فلا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه آمن من خروج شيء من دبره. وورد في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينامون وهم في المسجد ثم يصلون، مش ينامون يعني ينامون ثم يستيقظون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. ده شاهد عيان. أنس كان صغنون كده هو، وشاف مين؟ ده شاف جهابذة الصحابة الكبار. وهذا الأمر يعني وما فعلوه ليس محل اجتهاد، وإنما هو أمر توقيفي، فهو مرفوع. وكمان أنت بتقول ده إجماع، ده الصحابة كلهم كانوا بيعملوا كده، كانوا ينامون. وكان في رواية يقول لك حتى تخفق رؤوسهم ويغطون، تخفق رؤوسهم يعني كأن رأسه نزلت حتى قدميه وهو جالس، يعني نايم ومستغرق. وأول ما يسمع المؤذن المقيم قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يصح، ها يلا الله أكبر. ده مين اللي عمل كده؟ ده اللي عمل كده اللي شافوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين طبقوا شرع الله ودين الله، فهم سنة رسول الله التطبيقية. الصحابة دول يا مولانا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التطبيقية، هم الذين طبقوا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا الإمام الشافعي لأنه كان عقلية واسعة جدا جدا جمع النصوص وتأمل فيها وقال بأن النوم ينقض كما ورد في الأخبار إلا على هيئة المتمكن مقعده من الأرض، يعني جمع بين النصوص بهذه الطريقة، جمع بين النصوص التي تقول بأن النوم ليس بناقض وبين النصوص التي تقول بأن النوم ناقض بحمل الناقض على غير المتمكن. وإليه يرشد حديث أبي داود العينان وكاء السهف، فمن نام فليتوضأ. يبقى ده منهج يا أخوان، اللي عايز يجتهد ويبحث في مسألة لابد أن يعتمد البحث الحر وأن لا يدخل بقناعة قبل أن يبحث، ما يبقاش في دماغه أن أنا عايزها على وجه الحال، يلا نبحثها بالطريقة دي خلاص، يبقى هي عم أنت خلاص ما أنت بحثت، أنت محتاج إيه؟ ده اسمه بحث حر، بتدخل وأنت خالي من النتيجة المسبقة وتبدأ تجمع كل الآثار والنصوص وتبدأ تتأمل في النصوص وفي دلالاتها وفي معانيها وفي ما ترشد إليه النصوص وفي عللها وفي مقاصدها، ثم بعد ذلك تخرج بالنتيجة. هكذا فعل إمامنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن خصائص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم. ليه؟ لأنه ما بينامش، تنام عينه ولا ينام قلبه، فقلوبهم يقظة، قلوبهم في حضرة المولى سبحانه وتعالى لا تغيب. فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
طب واحد يقول لك طب افرض ان هو خرج منه ريح من القبل، ولا عبرته باحتمال خروج، احتمال مش خروج بالفعل. قال لك طب ما هو ممكن ينام كده على هيئة، ما هو خلي بالك، ما هو اي حد بعد ما بينتج النتاج الضخم زي سيدنا الامام الشافعي يطلع له واحد بعقليته يقول له ماشي انا موافق. طب ما هو نايم، ممكن وهو نايم كده هو ممكن مقعده من الارض يخرج ريح من القبل. قال له احتمالك جميل، ده انت ولا عقليه جليندايزر ولا عقليه اللي هي بترسم الكرتون، جميل، ولكن ده نادر، والنادر لا حكم له، وهذا احتمال، الاصل عدمه. ما كانوش بيسكتوا برضك ائمتنا القدامى. طيب هل يسن له اذا قام من النوم المتمكن مقعده من الارض يسن له ان يتوضا؟ قالوا نعم يسن ولا يجب، خروجا من خلاف بعض المذاهب الفقهيه التي تقول بنقض الوضوء حتى لمن نام ممكنا مقعده من الارض. طيب انتهينا من هذه. قال وزواله، يبقى ما خرج والنوم وزواله، دي ثلاثة. العقل زواله بس هيرجع تاني مش زواله يعني بمعنى عدم العودة. وزوال العقل يقصد به هنا العقل الغريزي، مش أصل العقل يطلق على العقل الغريزي ويطلق على العقل اللي هو مكتسب، اللي هي الخبرات الحياتية، اللي هو الذكاء، اللي هو المهارة الذهنية، اللي هو جودة الفهم والوعي. لكن الذي زال هنا هو العقل الغريزي. والعقل الغريزي عرفه الشيخ الخطيب الشربيني في شرحه على التنبيه بأنه غريزة، شيء كده ربنا غرزه فيك وضعه جواك، غريزة يعني مغروزة، زي بالظبط كده حضرتك جبت ايه يعني عود ووضع غرسته في الأرض. يعني ايه غرسته في الأرض؟ يعني وضعته في الأرض بقوة. فغريزة بمعنى مغروزة في الإنسان. هذه الغريزة المغروزة في الإنسان يتبعها، يعني يسير وراءها، هي موجودة بيترتب عليها العلم بالأمور الضرورية عند سلامة الآلات. يعرف الأشياء الباردة والأشياء الحارة فيجتنبها، يعرف إن ده سم وهو قاتل فيجتنبه، يعلم أن هناك نار فلا يدخلها، ما هو الآلة سليمة، لكن الأعمى عشان الآلة مش سليمة ممكن يدخل في النار، يبقى ما عندوش عقل. لا عنده عقل، بس المشكلة في سلامة الآلات. وهكذا يبقى مثلا معاه كوب ساخن جدا يتذوق طرف منه يجده يعني محرق يتركه، فيتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. لكن افرض ما عندوش حس التذوق هيشربها كلها ويحترق جوفه. وهكذا ده اسم العقل يا مشايخ، العقل الغريزي. هذا العقل الغريزي قد يستر وقد يزول. وقد، وفي عبارة جميلة للإمام الغزالي أنه قال الجنون يزيل العقل، ولذلك كان الأفضل أنه ما عبرش بإزالته، كان قال وستر العقل، لأن إزالته إنما تكون بالجنون كما قال الإمام الغزالي. فالجنون يزيله، بيزيله يعني إيه؟ كأنه خد كده الغريزة وشالها وزالها. والإغماء يغمره، الإغماء بيغمر الغريزة دي ولكنها موجودة. يعني إيه يغمرها؟ يعني كأن وضع عليها مية وفاقتها وارتفعت فوقها. والنوم يستره، يعني بيبقى على قده، يستره يعني إيه؟ يبقى كأنه ثوب على مقداره، لكن الإغماء أوسع منه، أوسع من العقل، غطاء أوسع من العقل.
الجنون ده بيشيله ويرميه بره زي موتور السيارة. موتور السيارة عندما يفسد ممكن ما ينفعش يتصلح، بتعمل ايه فيه؟ بتشيل الموتور وترميه وتجيب موتور غير، هو ده الجنون. طيب والنوم؟ لا ده النوم حاجة تانية، النوم بيستره، يعني محتاج ان احنا بنجيب له زيت ونزيت الموتور. طب والاغماء ده بيغمره ايه بقى اللي بيغمر عنده في الموتور؟ ان يعمل له بستم، يعمل له بساتم وكلام ده عمره. ولذلك قال الامام الغزالي: الجنون يزيل العقل والاغماء يغمره والنوم يستره. عباره لطيفه. قال: وخرج بزوال العقل النعاس. افرض ان هو نعس، عينيه غمضت ولكن ما راحش في النوم قوي، هو سامع ناس عماله تدندن جنبه لكن مش فاهم هم بيقولوا ايه، عنده ارهاق شديد، غمض عينيه، نام حاجه بسيطه لكن سمع من بجواره لكن لا يفهم. ولذلك النعاس هو يسمع من بجواره ولا يفهم ما يقول. فهذا لو حصلت له هذه الحالة لا يزول بها الوضوء. ليه؟ لأنه لسه ما فيش نوم، دي أوائله. لسه حاسس بنفسه وحافظ لما يخرج منه. ونشوة السكر، نشوة السكر اللي هو أوائل السكر، بيبقى الإنسان يعني حس بالانتشاء، حس كده بيقرب يعني، ولكن هو حافظ لما هو فيه. ايه هي بقى النشوة دي؟ هم قالوا كده في الكتب أوائل السكر. شكلها ايه وصفها ايه ما عرفش. الحمد لله ربنا عافانا وكفانا وأوانا. السكر في كل أحواله ناقض للوضوء، سواء كان يعني سكرا يعني تحصل من إثم أو سكر ليس بآثم فيه، يبقى سواء كان صاحبه متعدي أو غير متعدي. إيه هو المتعدي؟ المتعدي إن هو شرب الكوب ده وهو يعلم أنه مسكر بل باعه، ده آثم ومتعدي لأنه عالم. واحد صاحبه ضحك عليه وجاب له حاجة زي دي كده هو، واخد بالك، وقال له ده عصير تفاح، فشربه بأربع، وهو عشان لسه كده يعني ملوش في الكلام ده سكر. وبعد ما فاق يتوضأ، يتوضأ. لماذا؟ لأنه زال عقله بسكره، لكنه ليس بآثم. وده بيحصل، بعض الأصدقاء السوء كانوا بيقولنا الدار وبيسأل في طلاق: انت طلقت ازاي يا ولدي؟ يقول لك: واحد صاحبي ضحك عليا وكنا قاعدين في مكان وجاب لي كوب وقال لي اشرب، ده عصير ايه؟ عصير طاقة. قال له: يا ابني ده خمر. قال له: لا ده عصير خمرة، يعني بتوع خمرة، أعوذ بالله. الراجل عيني شرب البتاعة ما حسش بنفسه، داخل مراته قابلته فضايقته، فضل يطلق فيها من العشاء لغاية الفجر بالألفاظ الصريحة المريحة: انت طالق وانت متطلقة وانت طلاق وانت فراق وانت صراح وانت مراح وانت وانت وانت، لغاية ما فاق. واخد بالك؟ يعني ده متصور، ده موجود، يعني مش عبارة عن تصورات مجردة عن الواقع. واخد بالك؟ طيب احنا بنقول بمرض بسكر او مرض، المرض يعني كإغماء، إغماءات السكر. الآن احيانا بعض الناس عندما يرتفع عندهم السكر تحصل له إغماءة، الإغماءة دي ناقضة للوضوء؟ نعم. اهو سؤال، اهو انت تسأل وشلتوت يجيب. طب الدليل على ان زوال العقل بسكر او مرض
يوجب الوضوء إيه؟ القياس على النوم، ده هو أقوى من النوم، ولا فرق فيه بين المتمكن وغير المتمكن، لأنه هو أقوى في السيطرة على العقل من النوم. اللي بعد كده يا مشايخ قال لك: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. ولمس ده مصدر، الرجل ده مصدر مضاف إليه فاعله، ولمس الرجل المرأة، يبقى لمس ده مصدر والرجل مضاف إلى المصدر، إما أن يكون الفاعل، يبقى لمس الرجل المرأة، يبقى الرجل هو اللامس والمرأة هي الإيه؟ الملموس. ده ينفع كده وينفع بطريقة تانية. ولمس الرجل المرأة تنفع، يبقى المرأة هي اللي فاعل والرجل هو المفعول. ولمس الرجل المرأة، يبقى لمست المرأة الرجل، ويبقى إضافة اللمس إلى الرجل من إضافة المصدر إلى مفعوله وفاعله المرأة. ينفع؟ ماشي. وعلى كلا الحالتين إيه الحكم بقى؟ نقرأ الحكم مع بعض. يبقى دار ناقض الايه مشايخ، ده الرابع من النواقض. نعم يا اخي في الاسلام، وهو ان تلتقي بشره الرجل والمراه. يبقى الناقض الرابع التلاقي. التلاقي دي عباره الامام الخطيب الشربيني في التنبيه، في شرح التنبيه. وهو التلاقي يعني ان يقع شيء من بشرة الذكر على بشرة المرأة أو العكس. بشرة يعني ظاهر الجلد على البشرة يعني ظاهر الجلد من غير حائل. خلي بالك كل ده معتبر، وعلى أي امرأة إلا المحارم. ولذلك قال امرأة أجنبية. أجنبية خرج مين؟ خرج المحارم. لسه هنتكلم في المحارم. وسواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وقع بشرة الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل بغير شهوة ناقضة، من غير شهوة ناقضة، بشهوة أو من غير شهوة ناقضان. وسواء كان هذا الوقوع على سبيل النسيان، حطت ايده كده اهو ونسي ان عليها جنبه زميلته في العمل، فجت ايده على ايد زميلته ناقض الوضوء، ما يستمرش بقى، ما يستحلهاش، يشيل ايده على طول، لان اللمس كمان له معنى اخر وله حكم اخر، وهو عندنا هو انه يحرم ان يمس جلد امراه اجنبيه. طيب احنا ماشيين شافعي، لان احنا بندرس المذهب الشافعي، في فرق ما بين الفتوى وما بين التدريس، احنا هنا بنشرح مذهب. عايزين فتوى حاجه تانية خالص، انتم مفتين انتم محتاجين فتوى. طب افرض ان هو اكره على ان يمس بشره امراه اجنبيه، او على ان تمس بشره رجل اجنبي عنها، هل ذلك ناقض؟ نعم ناقض. طب حتى وإن كانت المرأة غير مسلمة، حتى وإن كانت غير مسلمة، حتى وإن كانت عجوز ثانية، ده مولانا عندها 120 سنة ولم يبقى منها شيء، ده عظم هيكل عظمي، وإن كان كذلك، أو كان شيخا فانيا، ده يعني ده جده، حتى وإن كان جده، ده عنده 150 سنة حتى وإن كان كده، أو ممسوحا، ممسوحا يعني
آلة الذكورة والخشيتين مش موجودين، ما عندوش المكان ده، ديليت ممسوحا، يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ديليت مش كوبي. او كان احدهما ميتا، او وضعت المرأة يدها على ميت، او الرجل يده على امرأة ميتة، كل ذلك ناقض للوضوء. كل الفروع دي وكل الصور دي، كل الصور دي طب فين دليلها؟ او لامستم، عندي قراءتين هنا، خلي بالك بقى، لدي قراءة لامستم، الملامسة مفاعلة، والمفاعلة مشاركة من الجانبين. ينصر القراءة دي، تنصر مذهب أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول لا، ده الناقض عندي هو الجماع، لأن الجماع في عمل مشترك، في ملامسة. لكن سيدنا الشافعي لا، سيدنا الشافعي ده حبر من الأحبار الكبار، مش حبر يعني حاطط، لا حبر يعني صاحب علم عظيم. ما هو الحبر في اللغة يعني إيه؟ العظيم الممتلئ أو الحبر، مش حبر من الأحبار يعني. لحسن واحد يقول لك حبر يعني السيس، لا يا مولانا مش السيس، وإن كانت وحدة وطنية إحنا نتكلم على حاجة تاني. هناك قراءة سبعية، أو لمستم النساء، لمستم ما فيش ألف، قراءة في السبع، قراءة حفص أو لامستم على المفاعلة، لكن القراءة الثانية لمستم، يعني إيه؟ يعني حصل فعل من أحدكما لمس، مش لامس. لامس يبقى ايه؟ اتنين. لمس يبقى فعل صدر من واحد. فالقراءتين الحمد لله، هذه تحمل على وجه وهذه تحمل على وجه. ولذلك لما تقرأ كده الاجتهادات سيدنا الإمام الشافعي وتتأملها، هتنبهر من عقلية موسوعية مثل عقلية سيدنا الإمام الشافعي. ولذلك إمام الحرمين في البرهان قال: وهو أعلم شخص على وجه الأرض بالشريعة، للعقلية دي. قال: ولو أتيح له عمر أوسع لأوسع في اجتهادات. ومات وهو عنده 54 سنة، يعني إيه ده؟ إيه اللي إحنا فيه ده؟ طب لو كان وصل للـ80 بالعقلية دي، بالآلية دي، كان عمل إيه؟ ده كان مسح بقية المجتهدين، كانوا تابوا وعادوا إلى الله ورجعوا واجتهدوا يعني وقلدوه. متعصب. قال: أو لمستم. اللمس هو الجس باليد في أصله اللغوي، لمس مش لامس، لمس يعني جس بيده. وأو لامس، الملامسة إذا كانت من الطرفين يبقى ده جس إيد وده جس إيد التاني. قالوا: واللمس الجس باليد وبغيرها، يعني في اللغة بعضهم قال لمس، ده غير مس، لمس يعني مس بيده وبغيرها، لمس بيده وبغيرها. وبعضهم قال لا، هي في اللغة بمعنى الجس باليد لا بغيرها، ولكن الباقي قيس على اليد، يعني تلامست الأجساد، تلامست الأجساد في اللغة، ده هيبقى إيه؟ هيبقى لمس. في الفقه عند الرأي الآخر هيبقى قياس. وهكذا فسر ابن عمر اللمس بالجس باليد وبغيرها، أو باليد فقط، بيبقى باليد فقط، يبقى ما عدا اليد مقيس على اليد. والمعنى ايه بقى العلة في هذا؟ قالوا ان اللمس في تلذذ، هيمسك ايدها كده اهو مثلا، يعني معلش، يبقى ده مظنة التلذذ، والتلذذ مظنة الشهوة، والشهوة مظنة
يعني المذي ده الترتيب كده. هذا هو الترتيب الذي يعني صار فيه سيدنا الإمام الشافعي. قال والمعنى في النقض أنه مظنة التلذذ، والتلذذ مثير للشهوة، والشهوة مثيرة لأن يخرج منه شيء وهو لا يشعر به. ومثل ذلك بقية صور الالتقاء بخلاف النقض بمس الفرج. مس الفرج منوط ببطن الكف فقط كما سيأتي، لأن مادة لمس غير مادة مس، من مس بخلاف مادة لمس. طيب ما حكم التقاء بشرة المحرمين؟ لمس أمه، جات الصبح قبل ما تمشي، والدته قبلته قبل ما تمشي عشان بتحبه وهو متوضئ ونزل يصلي لم ينتقد. طب أخته جات وهو ماشي كده متوضي ونازل يصلي جماعة، سلمت عليه فسلم عليها، دي محرمه يا ابني، يعني حرم عليه نكاحها على التأبيد. وهو نازل يصلي قابلته خالته فسلمت عليه، قابلته عمته فسلمت عليه، لا ينتقد وضوءه لأنها محرمه. هاب إن هو وهو نازل يصلي أم زوجته قابلته، والدة زوجته، فسلم عليها والدة زوجته، خلاص ازيك يا طنط عامله ايه، وسلم عليه، لا ينتقد وضوء لانها محرمه. امه في الرضاع سلمت عليه ونازل يصلي، لا ينتقد وضوء. اخته في الرضاع، عمته في الرضاع، خالته في الرضاع، كل هؤلاء. طب افرض بقى مراته سلمت عليه او لمسها قبل ما ينزل، لا خش اتوضى عند سيدنا الامام الشافعي. ما مش محرمه، ما هو محرم يعني ايه؟ يعني كل من حرم نكاحها، ادي واحد على التأبيد عشان يخرج اخت الزوجة، ما هو حرم نكاحها ولكن لا على التأبيد، هي بس اختها اللي على ذمته تموت ويتجوز التانية، أو يطلقها طلاق بائن ويتجوز التانية، ما يموش، يموت العيلة كلها طيب يبقى كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب القرابة، ما هو مش بسبب القرابة، بيقولوا عنها لنسب، والنسب عبارة عن قرابة معينة أو مصاهرة. مصاهرة يعني ايه؟ يعني علاقة تشبه النسب، ام زوجته، مرات ابوه، زوجة ابنه، كل دي مصاهرة محرمة عليه مصاهرة. او بالرضاع، امه مرضعاه، اخته من الرضاع، خالته من الرضاع، عمته في الرضاع، كل هؤلاء لا ينقض الوضوء بهن على الاظهر من مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. إيه؟ قال لأن الأشياء ديت انتفت معها الشهوة، فصارت مثلها، فصارت هذه الأشياء مثلها مثل الرجال. هو في حد يعني الطبع بيقول كده، سيبك من الشواذ، الشواذ دولت يعني مفروض إن هم يتعمل لهم قانون كإعدام ونخلص منهم، لا دول يا إما تتعالجوهم يا إما تتصرفوا فيهم. نظرة عدائية دول اتمناش دعوة، ما اتكلمش على دول. في حد بيشتهي أمه؟ ما حصلش. دي أمك. هقول لك حاجة ظريفة، ونحن جالسون في الإفتاء بيبقى الراجل جاي عندي، الحالة تيجي وبيسأله في الرضاعة، والولد متعلق بالبنت جدا والبنت متعلقة بالولد جدا، وبيحبوا بعض وبيعيطوا على بعض، هو ماسك علبة مناديل وهي ماسكة علبة مناديل، قبل ما يخشوا يسمعوا يسألوا فتوى الرضاعة، عايزين يتجوزوا، وهي عينيها بتبقى جاية طلة متر بره كده من العياط،
وهو طال المتر بر وعمال يمسح في دموعه، ونقعد نحقق في الرضاع نجد ان الرضاع محرم. خمسة، قبل ما يخش يسأل كان عنده يعني اشتياق لها كأنثى، وهي كان عندها اشتياق له كرجل. وعندما يسمع أنها أخته في الرضاع ينتهي كل ما بينه وبينها من اشتهاء. سبحان الله، ده جه منين؟ ده مردود الكلمة الشرعية. ده إنسان مسلم وإنسان مؤمن بالشرع، أول ما يسمع رضاع يعني دي أخته من الرضاع، خلاص انتهى كل ما يتعلق بها من حيث إنها أنثى وتحولت إلى أخت له، ما بقاش بيشعر معها بأي شيء. ده مردود الكلمة. هاب إن أنت حماتك أم مراتك كانت مسافرة سنين وجاءت أول مرة ولا تشعر ناحيتها بأي شيء. سبحان الله، لأنه مش موضوعة للذة. أنت إنسان مسلم، الشرع جواك، حب الله جواك، التزامك بدين الله جواك، فطرة ربنا جواك. فاللي بيجي بقى ده زنا محارم والقرف والزبالة دي، ده ناس تحتاج إلى علاج نفسي أو تحتاج إلى شيء تاني. طب هو مش ربنا بيقول أو لامستم النساء؟ والنساء ده عام، والعام يشمل كل الأفراد، فلما أخرجتم المحارم؟ قال ما هو يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه. اسمع بقى الكلام الحلو ده، يجوز أن يستنبط. يستنبط يعني يا مشايخ؟ يعني يستخرج بدقيق الفكر والأدوات من النص الشرعي وهو لامستم معنى، يعني وصف، هذا الوصف يخصص العموم. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قرأ النص الشرعي فهم منه أن العلة يعني هو أن يكون لمسا يؤدي إلى التلذذ، وتلذذ يؤدي إلى إثارة الشهوة. طب ده المحرم ديت ليس موضوعا للتلذذ ولا للشهوة، فخصص بها النساء وقال فيما عدا المحارم. طيب، طب وبالنسبة للبنت الصغيرة اللي هنتكلم فيها، بنت صغيرة، انت عندك دلوقتي الام، صح ولا لا؟ الام دايما عندها ولد زي صغير، فالام الصغيره، الام تاخذ الصغير وهو ولدها بتغسل له، بيبقى عامل بيبي، بتغسل مكان البيبي وتلمسه بيده وتبقى لسه متوضيه. تتوضى تاني؟ لا ما تتوضاش. ليه؟ لان ده ابنها، وابنها يعني ايه؟ يعني محرم لها. طب وبنتك الصغيرة؟ ما هي محرم ليك. طب افرض انها بقى مش محرم ليا، ده انا الدكتور وانا بكشف عليها وانا متوضي بكشف على الولد الصغير، دكتور مسالك بولية، ما هو انتوا لازم، خلي بالك الفقه يدعم بالواقع، دكتور مسالك بولية ده أطفال، فدايما يعني يرى ويلمس بيده أعضاء الأطفال الصغار سواء بنات أو ذكور، ذكور أو إناث أو دكتورة كذلك، فهل تتوضأ؟ لا. ليه؟ لأن الطفل اللي بين يديها ده لم يصل إلى حد يشتهى فيه عرفا. يعني يا مولانا، يعني العلة ان ده ليس مظنة للتلذذ، الطفل الصغير التي هي مظنة للإثارة، التي هي مظنة للإنزاء، وهكذا.
طب والملموس؟ احنا اتكلمنا على اللامس. في المنهاج يقول لك وملموس كلامس. الملموس هو من وقع عليه اللمس من ذكر أو أنثى. لماذا؟ قالوا لأن الملموس أيضا يشعر باللذة، واللذة مظنة الشهوة، والشهوة مظنة الإثارة. طيب أنت بتقول لمس بشرة، هنا بنقول لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. لمس يعني لمس بشرة. البشرة كما قالوا هي ظاهر الجلد، وفي معناه ظاهر الجلد لحم الأسنان، يعني لمست لحم الأسنان عند الزوج، أو لمس لحم أسنانها زي الطبيب بتاع، الطبيب يقوم حاطط إيده في بق المريضة يشوف اللسة عندها، إلا طلعي كده هتقوم ماسكة كده يقوم شايف اللسة ويلمس اللسة بإيده، يبقى انتقض وضوء ولا لا؟ انتقض وضوء عند الإمام الشافعي. ليه؟ لأن لحم الأسنان كالبشرة الظاهرة. أو دكتور بيعالج مريضة لسانها عنده مشكلة، فقال لها طلعي لسانك، أحبسك لسانها وبص في لسانها كده، قال لها لسانك طويل بيشتم الناس. يبقى انتقض وضوء. وباطن العين، مسك كده الجفن كده وشافه من جوه ولمسه، يبقى ده كذلك. طب لو كان بحائل، اذا مس امراه يعني لابس هو جوانتي، شوف الكلام ده كله يعني التصور لذيذ، يعني ده تصور، لابس جوانتي خفيف وجاءت امراه وهو في العمل سلمت عليه وهو متوضئ، انتقض وضوءه ام لا؟ قالوا لم ينتقض وضوءه، لانه لمس بحائل، واللمس بحائل لا ينقض الوضوء، لانه ما حصلش، ده مش لمس كمان، لان اللمس هو بشرة وضعت على بشرة، التقاء بشرتين، لكن ده ما حصلش التقاء بشرتين. حتى وإن كان الحائل رقيقا لا يمنع من الشعور بسخونة الجلد، فلا نقض حينئذ لأنه لم يدخل تحت النص الشرعي. طب الشعر، وضع يده على شعر زوجته بعد وضوئه، انتقض وضوءه أم لا؟ قالوا لا ينتقض الوضوء. ده وضع ايده على شعر زوجته، او وضعت يدها على شعره، قالوا لان التلذذ في الشعر انما يكون بالنظر لا باللمس. اللذة فين؟ انك تشوف مش انك تلمس. كتب القديمة كده. والسن، مسك سنانها قال لها يا ده انت اسنانك بتلمع، وضع ايده على اسنانها كده ما انتقضش وضوء. قالوا لان والظفر، وضع يده على ظفرها برضك ما انتقضش. لماذا؟ قالوا لانه ليس موضوعا للتلذذ. يبقى التلذذ في الشعر والسن والظفر يكون بالنظر لا باللمس، ولذلك لو لمسها لم ينتقض وضوءه. هنا بقى قالوا فرع لطيف قوي، بس النساء ما تزعلش. قالوا افرض ان المرأة قطعت نصفين. بعد النساء ما يزعلوش، ده فرع فقهي متصور، وهذا ليس يعني ما نتمناه من النساء. انا عندي بنتين، ما تمناش كده للنساء. لو قطعت امرأة نصفين، يا أستر يا للدستر، هل لمس النص ده ما لمس النص الثاني؟ لأنه لو لمس الاثنين يبقى لمسها كلها، لكن لمس أحد النصفين، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ الفقهاء بيفكروا يا أخوانا، الموضوع ده مش موضوع يعني يتقال إيه ده، ما هذه الفروع؟ وما أنا كنت في، والحمد لله أننا قد تربينا على عقلية علمية فقهية ومنهج
أكاديمي دقيق رقيق محقق عالي الجودة. كنت في بحج مع بعض الناس وتناقشنا في بعض المسائل، ففرضنا بعض الفروض اللي موجودة في كتب الفقه، فامتعض أحدهم وقال إن هذا الفقه وهذا التراث. يا ابن الحلال، حتى وإن كانت المسألة مسألة يعني افتراضية، لكن الباع فيها أنك تتصور وأنك تعلل وأنك تدلل وأنك تستخدم الأدوات وأنك تدرب ذهنك، تدريب الذهن يا مشايخ، تدريب الذهن وإجراء الأدوات وتطبيقها وتوسعة العقل، هو ده الفقه. هاب إن الفرع دوت مش موجود، فرع متخيل، واحدة تتقسم نصين ويبقى كل نصف قد التاني، ده فرع متخيل. هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ طب إيه المدرك اللي وراه؟ إنك تتصور وإنك تدلل وإنك تفهم القاعدة الكلية وإنك تدرب ذهنك برياضة، رياضة فقهية. عارف الشخص اللي هو اعترض عليا ده ماسك حاجة كبيرة قوي دلوقتي في بعض المؤسسات الدينية، لكني عند المناقشة معه هالني هذا التركيب الذهني والهجوم الشديد على كتب الفقه التراثي. طب انت مش فاهم المنظومة التي كتب من خلالها الفقهاء، فلا تعترض واحترم قدرهم وجل، يعني عليك ألا تتجاوز حدك، عليك أن تجلهم، إن لم تعلم شيئا تقول الله أعلم، لأن رب هو أنت حضرتك لديك كل شيء، حتى أنك لم تطلع على معنى هذه الفروع وأسباب وضعها والطريقة التي وضعوها فيها، إن لم تجد لها فائدة فقد عدمت الفائدة. هل نفي أو عدم الوجدان يدل على عدم الوجود؟ عقلية صغيرة. طيب فبيقول لك إيه؟ لو قطعت امرأة نصفين هل ينقض كل منهما؟ لمست ده أو لمست ده، وجهين، هناك وجه يقول لا يلمس لا ينقض. ليه؟ لأنك ما لمستش المرأة كاملة، ده أنت لمست نص امرأة. ولكن واجي يقول لك أنه إن كان يعني إن كان اللي أنت لمسته ده تسمى امرأة يبقى ناقض، وإن لم يسمى ما لمسته امرأة لا ينقض. بيعلمك هنا إيه بقى في الفرع ده؟ أن النقض يدور حول الاسم، فإن وجد الاسم وجد النقد، وإن انتفى الاسم انتفى النقد. من غير الفرع ده هيؤصل لك القاعدة دي، هيؤصل لك المفهوم ده، مش هيؤصل لك حاجة. ممكن الصورة دي تنفع في واحدة مثلا ماتت أصلا نصين، تنفع في الصورة بتاعت الميت الميتة، بس هو نصين، يعني الولد اللي فجر نفسه في الكنيسة ده واخد بالك، لو شالوا راسه كده لمس راسه ده وهو من كلاب النار ومن الخوارج، هل الراس ديت تسمى رجلا؟ لا. طب افرض ان هو النص اللي فوق موجود والنص اللي تحت من الانفجار رحل وشالوه، قالوا إن كان يسمى رجل يبقى لو حملته امرأة هينتقض وضوءها، لو لم تحمله لا ينتقض. شوف الفروع كمان، حتى الفروع بدأ لها في عصرنا ظهور. طب افرض إن امرأة، ما الكنيسة لما فجرت واخد بالك، وهذا عمل إجرامي شديد الإجرام لمن قام بهذا، واعتداء لا يقره الإسلام ولا تسمح به أي ديانة من الديانات، في نساء قطعنا إربا إربا، هل بقى لو لمسها بقى وشالها كده ده احنا بنفرع، واخي بقى ينتقد أو لا ينتقد؟ إن كان
ما يحمله ويلمسه يسمى امرأة انتقض الوضوء، وإن كان لا يسمى امرأة لا ينقض الوضوء. يبقى الفكرة هي موجود إنه ده اسم، الاسم موجود ولا الاسم غير موجود؟ وجد اسم المرأة إذا يعني لمسها رجل ينتقض، أو بالعكس وهكذا. مسألة اللمس دي احنا دخلنا فرعين في بعض. هما بيتكلموا على اللمس مش على المس. مس الصغير مطلقا يشتهى او غير يشتهى ده ناقض وسيأتي، لكن اللي احنا بنتكلم عليه اللمس مش المس. يعني ايه؟ يعني الدكتور معه بنت صغيرة ولمسها، ما لمس فرجها ولمسها هي، الفرج حاجة وبقية البدن حاجة تانية. بيكشف على البنت الصغيرة، جابها كده اهو من شعرها وبدأ يكشف عليه، يقول لها بنت افتحي بقك، اعملي كده اعملي كده، وهي بنت صغيرة وهو متوضئ. وأذن للعشاء عند الشفع يتوضأ أو لا يتوضأ؟ قالوا لا يتوضأ، لأن هذه البنت التي لمستها غير مشتهى عرفا. أو دكتورة ومعها ولد صغير بتكشف عليه، واخد بالك، افتح يا ابني بقك اهو، وتمسك راسه وتشوف جوه عينه وتمسك اللو، وهكذا، وهي متوضئة وهتقوم تصلي عند الشافعي. لكن لمس الفرج بقى دي قضية تانية، احنا دخلنا اتنين في بعض. ولكن عدنا، افرض ان هو اختلطت محرمه باجنبيات، يعني امه قالت له يا ابني انت ليك اخت، هو مثلا من اسكندرية، قالت له يا ابني انت ليك اخت في القاهرة، لاني كنت متجوزة قبل ابوك. احنا شفنا الكلام ده في الدار والله. كنت متجوزة قبل ابوك والزوج ده طلقني وخد البنت وراح قعد في القاهرة، وبعد كده انا اتجوزت ابوك وما شفتهاش بقالي 30 سنة، يبقى يا ابني دور عليها. زي افلام، واخد بال حضرتك، امينة رزق، يبقى دور عليها. فراح هو القاهرة واشتغل في القاهرة، وحصل ان هو لمس ايدي وايدي وايدي. طب يعني قال له ما هي اخته هنا في القاهرة، فلمس يد المرأة في مكان يظن ان اخت ومحرمه موجودة فيهم احتمال، سواء كنا محصورات او غير محصورات على الراجح. ما هو القاهرة ده فيها كام؟ ده فيها مثلا حوالي 10 مليون فتاة، وهم 10 مليون مش محصورين. فلو لمس ايد اي واحدة من دول لا ينتقض وضوء. ليه؟ لأن احتمال أن أي واحدة منهم الملموسة تبقى أخت محرمة. والأصل أن الطهارة موجودة بيقين، فلا تزول إلا بيقين. معلش، هو الفرع كده. وأكيد لمس، أكيد أختي في العشرة مليون، بس في احتمال، احتمال ان اي واحدة من دول تبقى هي اخته. طيب، واحتمال انها ما تبقاش اخته. لو هي مش اخته يبقى في احتمال لنقض الوضوء، وممكن تبقى هي ذات اللي بيلمسها اخته. امرأتين هينتقد معا. ليه؟ لانه ولي اخت واحدة بس. لو لمس الاثنين معا هينتقد. لكن ده هو مع كل صلاة بيلمس واحدة. طب افرض بقى ان هو فضل يلمس لما لمس 10 مليون. وده غير معقول، ده غير يعني معقول عادة يعني. طيب، بعد كده يا مولانا، الأجنبية من غير حائل 5، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ديت الخمسة. مس فرج الآدمي يعني مس فرج الآدمي ذكرا كان أو أنثى،
يبقى الذكر والأنثى في ذلك سيان. المرأة مست فرجها ينتقد وضوءها بباطن كفها، الرجل مس فرجه بباطن كفه انتقد وضوءه. طب اتنين بقى مختلفي الجنس مع بعض، لا يبقى ده لمس، وهكذا. طيب هل هذا يشترط فيه التعمد والاختيار؟ قالوا لا، سواء كان عامدا أو غير عامد، وسواء كان مكرها أو مختارا، وسواء كان يعني أشل الفرج أو صحيح الفرج الذي لمسه، وسواء لمسه بباطن كف شلاء أو لا، وهكذا في كل هذه الصور، وسواء مس بكف منفصلة أو كف متصلة، وسواء مس يعني ذكرا منفصلا أو ذكرا متصلا، كل ذلك. لأنه لو قطع الذكر ومسه بعد قطعه ينتقد وضوءه، لأنه يسمى ذكرا. لخبري الأدلة بقى يا مشايخ الإسلام والإيمان وقربناه خلاص عشان شكلكم تعبتوا. من مس فرجا، من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، رواه الترمذي وصححه. ولخبر ابن حبان إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ. ده بيقول فرجه، فرجه. طب فرج غيره؟ قالوا فرج غيره من باب أولى، ولأنه أفحش وأغلظ، لأنه هتك حرمة الغير. ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه، لأنه أشهى، لأن في شهوة، ولأن هتك حرمة الغير، ولأنه وهكذا. طب مسه بإيه؟ قال بباطن الكف. إيه هو بقى باطن الكف؟ قالوا هو الراحتين اللي هم دول والأصابع. طب أعرفهم إزاي؟ طبق إيدك دي على دي واضغط على الاثنين، فما اختفى هو الذي يحصل به النقط، وما لم يختفي النقر ديت مش هيحصل به الحرف ده. لا، طب الإبهام مع الإبهام لو ضغطنا عليه واخد بالك الممكن منه، يبقى هنا الحرف، وهكذا. وما بين الأصابع لا ينقض، وهكذا. قالوا وضع إحدى الراحتين على الأخرى وإحدى الإبهابين على الآخر مع تحامل يسير. طب لماذا اختص الحكم ببطن الكف؟ قالوا لأن بطن الكف هو اللي بيتلذذ بيه، التلذذ منوط بباطن الكف، ولأن الإفضاء، الإمام الشافعي فسر الإفضاء بأنه هو يمس بباطن كفه، فالإفضاء هو مس بباطن الكف، والإمام الشافعي حجة في اللغة. بعد ذلك قال وهو رقم 6 على حسب عبد ابن قاسم، ولام ومس حلقة دبره على الجديد، يعني مس حلقة الدبر ناقض للوضوء على المذهب الجديد للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ قالوا لأنه فرج، لأنه بيسمى فرج، وفي حديث من مس فرجا فليتوضأ بالتنكير هكذا، يبقى عام أي فرج بقى، لأن ده نكر في سياق الشرط فيعم. وقياسا على القبل، لأن القبل ناقضا فيقاس عليه الدبر بجمع أن كل منهما مخرج، وبجمع أنهما ينقضان الوضوء إذا خرج منهما شيء فينقضان بالمس. وبفرج الآدمي، خرج بفرج الآدمي فرج البهيمة غير ناقض، أو فرج الطير غير ناقض، فلا نقض بمسه قياسا على عدم وجوب ستره، لأنه لا يجب ستره،
بخلاف ذكر الإنسان وفرج الإنسان، فإنه يجب ستره وأحرم النظر إليه، وله أحكام تختلف فلا يقاس عليه. طيب، في حد عايز حاجة؟ ودبوره على الجديد. والجديد طبعا أنتم عارفين إن الجديد هو ما قاله الإمام الشافعي بعد دخوله إلى مصر، والقديم ما قاله قبل ذلك. والمراد بحلقة الدبر اللي هو ملتقى المنفذ، لما بتقفل كده حلقة الدبر اللي التقى وانضم على بعضه، هو ده اللي لمسه ينقض الوضوء. وبالنسبة للمرأة اللي هو ملتقى الشفرين، ملتقى الشفرين كده هما اللي انطبق منهم، هو ده اللي بينقض بمسه. وخرج بباطن الكف ظاهره وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينهما فلا نقضى. ماشي، خلصنا من هذا وبارك الله فيكم.